أهلا بكم أيها الأعزاء متتبعي هذه القناة العلمية، أهلا بكم أبنائي الأطباء والطلبة والمعالجين الفيزيائيين مع تكملة الحديث عن spinal infection، العدوى الجرثومية في العمود الفقري. في هذا اللقاء سنتحدث عن الوسائل التشخيصية، how to detect spinal infection، كيف نقدر نتعرف على العدوى الجرثومية في العمود الفقري. معروف أن imaging studies reveal bone deterioration and loss of disc height. طبعا الصور الأشعة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن من خلالها نقدر نعرف نسبة تهتك أو فقدان النسيج العظمي والمناطق الغضروفية إذا كان هي صار فيها أيضا تآكل. النوع الثاني من الوسائل التشخيصية اللي هو lab investigations، تعرفوا على ESR C-reactive protein، كذلك blood culture مزرعة الدم، كذلك البيوبسي examination نحن ناخدو عينة من المنطقة المصابة بالجراثيم ونحللها تحت الميكروسكوب. هذه اللوحة بتوضح لنا تبين لنا شنو هو الشيء اللي نقدر نشوفوه في صور الأشعة. نلاحظوا أن في أبسس مثلا في منطقة الفقرة، يعني في الفيرتبرال بودي، ويكون الأبسس هذا مثلا قريب من الفقرة أو حتى من الديسك، ويبرز بوضوح في الصور اللي هي تكون بطريقة الرنين المغناطيسي أو بطريقة سيت سكان، إلى أن نتعرف على مدى وجود دمج تلف كبير في الفقرة، أنه يصير فيها كولابس، أن هي يعني تولي طبقة ضيقة جدا. ومن خلال السيت سكان أو من خلال الإمراي أيضا نتعرف على أمور وتغيرات دقيقة للغاية لا تظهر بوضوح في صور الأشعة، زي مثلا الأبسس في الإبيديورال سبيس، هذه منطقة من الصعب أن نحن نشوفها في صور الأشعة العادية. وكذلك نلاحظ الكمبريشن اللي بيحدث من هذا النوع من الأبسس على سباينال كورد، ويتغير المجال أو الفتحة متاع سباينال كورد تبدأ ضيقة جدا وتبان بشكل أوضح عند استعمال الامراي ولا السيت سكان. وهذه لوحة سبق وان تعرفنا عليها تبين الفرق بين حاجة اسمها انفكشن أو أستومالايتس، اللي هي لما يكون فيه التهاب جرثومي في العظم يعني في الفيرتبرال بودي، وبينها وبين الديسايتس، الديسايتس اللي هو لما يكون فيه انفكشن في منطقة الغضاريف الديسك نفسه. وهذا فحص بوسيلة الامراي ونشوف مدى وضوح الصورة، بيننا أن في تهتك شديد سواء بالنسبة للفقرات أو الفقرتين العظميتين أو منطقة الغضروف اللي بينهم اللي انتهت وتلاشت تماما. وبعد التشخيص نتعرف على الوسائل العلاجية للسباينال انفكشن، how to treat spinal infection. يعني لاحظوا أن في two aspects of the disease which need to be investigated، يعني لازم احنا نعرفوا جانبين مهمين في العلاج، extent of bone and tissue destruction، وهذا يحتاج لعلاج معين، أو نعرفوا cause of infection، سبب العدوى الجرثومية تتعالج. وبالنسبة للcause of infection نقوم ب blood investigations biopsy examination to know the type and organism causing the infection. هذه نقطة مهمة للغاية حيث يكون العلاج صحيح.
extent of bone and tissue destruction. نحتاج الإكسراي MRI scan. When the destruction is extensive and patients have severe pain and loss of power, surgery may be needed. يعني يكون تدخل جراحي هنا في هذه الحالة هو الأفضل. نلاحظ أن نحن نبدأ بالأنتيبيوتيك تريتمنت as soon as possible once the diagnosis is confirmed. Physician will attempt to stop the infection using antibiotics. تكون طبعا المضادات الحيوية مستهدفة معروفة if patients do not require surgery then they need to take antibiotics for anywhere between 3 weeks to 1 year depending on the type and extent of infection. طبعا يتوقف على نوعية العدوى الجرثومية على يعني مدى مثلا تأثيرها على صحة المريض حالة المريض إذا كان عنده مناعة قوية أو لا فيكون العلاج بالمثل أو أن يستعمل المريض يعني نوع معين من البريس من الحزام and take care do not bend forward يعني ما يبدأش ينحني إلى الأمام قدر الإمكان يمنع الحزام من حركات مفاجئة أو أن يكون التدخل الجراحي مهم لبعض الحالات when antibiotics fail to work or when the osteomyelitis is severe كان الحالة شديدة جدا لازم من استئصال بعض الأنسجة التيشوز اللي تكون infected تكون dead tissue تكون فيها abscess لازم يعني to remove infected and necrotic bone and soft tissues to stabilize the spine حيث يتم تثبيت الفقرات بدل ما يصير فيها تهتك في الأنسجة ويؤدي إلى حالات خطيرة زي مثلا الباراليسيس أو غيرها. هذه صور أشعة بتبين تثبيت الفقرات يعني internal fixation upper reduction internal fixation بأسلوب معين جراحي معين للعمود الفقري منعا للتهتك أكثر أو بما يعود المخاطر على النخاع الشوكي فلازم من تثبيت الفقرات خصوصا في المناطق اللي تكون متضررة جدا. بالمناسبة ناخذ كيس ستادي يعني patient presentation حالة من الحالات الشائعة. ناخذ مريضة عمرها 51 سنة وعندها HIV AIDS يعني وطبعا severe low back pain due to infection. She was on chronic antibiotics with no improvement of her symptoms. بالرغم من أن عندها يعني فترة وهي تأخذ في المضادات الحيوية لكن لم تتحسن الحالة وصور الأشعة بتبين أن فيه دمج واضح وخطير في الفقرات السفلية وفيه أيضا غياب أو destruction في منطقة الانتر vertebral disc وضغط compression على spinal cord. The MRI views show L3 L4 infection of disc and surrounding bone with erosion of the end plates and disc collapse with expanding epidural collection of infection and pressure in the spinal cord. هذه النتيجة تاع الفحص في الـMRI. لذلك تقرر أن تجرى عملية تثبيت داخلي بطريقة معينة للفقرات المصابة. Post-operative MRI views show fusion نسموها حالة fusion أو التحام بين الفقرات لتعطي دعم أكثر يعني بتدير تثبيت جيد للفقرات المتهالكة اللي هي تضررت من نتيجة الالتهاب الجرثومي
طبعا تم استئصال الأنسجة الميتة والمتهالكة والتخلص منها. نجو إلى الـ outcome بالنسبة لهذا هذه الحالة. The patient was admitted for one day for pain control. Next morning on oral pain improved back pain. طبعا عندها surgery was performed with less pain and less tissue dissection, minimizing the risks of wound healing and surgical site infection. 6 weeks after surgery, the patient was with an upright posture and no back pain. بعد 6 أسابيع تحسنت حالة المريضة وأصبح ما عاش عندها آلام في الظهر. بعد 6 months after surgery, antibiotics were stopped as her infection had resolved. بعد 6 شهور انتهت المشكلة وأصبحت المريضة عادية تمارس حياتها طبيعية. نأتي إلى الكومبليكيشنز، شنو ممكن يصير نتيجة spinal infection. أغلب المرضى اللي يهملوا حالتهم أو ما يلقوش علاج جيد يصير لهم سيفير سباين دامج زي ما شفنا، أو يصير لهم سبتيسيميا تسمم في الدم، أو ممكن يحدث لهم شلل باراليسيس، أو حتى ممكن موت. لدرجة death occurs in about 20% of cases of vertebra osteomyelitis even though diagnosis and treatment have gotten better. بالرغم من أن التشخيص أفضل والحالة تحسنت نوعا ما، ولكن تحدث إصابات موت في حوالي 20% من الإصابات. وصلنا بهذا إلى ختام هذا الحديث عن spinal infection. شكرا لكم، ونلتقي إن شاء الله في موضوع آخر لي علاقة بجراحة العظام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.